السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من داخل نادي هيئة النيابة الإدارية وأجواء إجراء الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية والذي يتم أو الذي بدأ مساء اليوم الجمعة فتح يعني باب الاقتراع والتصويت على أعضاء المجلس الجدد ومقعد رئيس مجلس إدارة النادي. بدأ النهاردة اليوم بعد الظهر انتخابات نادي هيئة النيابة الإدارية مساء اليوم الجمعة باستخدام لأول مرة. طبعا النهاردة بيتم هذا العمل في سابقة هي الأولى من نوعها وهو التصويت الإلكتروني اللي تم النهاردة من خلال إدارة التحول الرقمي برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن. تم التصويت على المتقدمين لانتخابات نادي النيابة الإدارية من خلال التصويت الإلكتروني، وهو يعني بيدخل يعني المصوت أو عضو النيابة الإدارية إلى اللجنة الفرعية ويقوم بإبداء رأيه إلكترونيا من خلال شاشة إلكترونية باللمس باختيار المرشح الذي يرغب فيه دون التدخل من أي شخص، يكون له حرية الاختيار يعني بـ 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 يعني منفردة، ما فيش أي أوراق، ما فيش أي يعني أقلام، ما فيش أي حبل سري. التصويت يكون إلكترونيا وهي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء انتخابات في مصر. في السابقة الأولى من نوعها انتخابات إلكترونيا تمت بالفعل داخل نادي النيابة الإدارية. إدارة التحول الرقمي كانت سجلت يعني برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات كمصنف آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في فبراير الماضي. هذه يعني هذا المصنف الإلكتروني يسهم بشكل كبير في تطوير الأداء الانتخابي في المراحل المقبلة في شتى الانتخابات، وهذه التجربة سوف يكون لها مردود إيجابي على الانتخابات في شتى الانتخابات، سواء كانت انتخابات البرلمان أو غيرها. سيكون بعد ذلك هذه التجربة سيكون لها ثمار يعني يكون المرشح اعتاد على هذا الشكل من الانتخابات ويعني التحول الرقمي للدولة. إدارة التحول الرقمي في النيابة الإدارية طبعا كانت تعاقدت مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات لربط البيانات والتحديث والعمل على يعني سهولة التعامل أو التصويت من خلال التصويت الإلكتروني لأفراد وأعضاء هيئة النيابة الإدارية. يعني زي ما بنقول كده إن التصويت الإلكتروني سهل على أعضاء هيئة النيابة الإدارية التصويت من خلال زي ما ذكرنا إن بيخش العضو أو الناخب إلى اللجنة الفرعية ويقوم بإبداء رأيه من خلال شاشة حاسب آلي تعمل بتقنية اللمس أو التاتش موجودة داخل اللجنة الفرعية مع مراعاة ضوابط عملية التصويت، بالإضافة إلى وصولا إلى عملية الفرز وصولا إلى عملية إعلان النتيجة. أيضا ربط الإلكتروني والتحول الرقمي أتاح للناخبين من أعضاء هيئة النيابة الإدارية في انتخابات ناديهم اليوم يعني الوصول إلى اللجان الفرعية ومعرفتها أو معرفة رقمهم في الكشف، رقم كل ناخب في الكشف الذي يقوم من خلاله بالتصويت على وإبداء رأيه خلال هذه الانتخابات أو العرس الانتخابي الخاص بهيئة النيابة الإدارية أو بنادي النيابة الإدارية إذا صح التعبير، خاص بنادي هيئة النيابة الإدارية.
بعد قليل مشاهدي ومتابعي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان ستكون عملية الفرز، ستغلق يعني اللجان الانتخابية الخاصة بالتصويت على انتخابات نادي النيابة الإدارية، وستبدأ عملية الفرز بعد قليل يعني وصولا إلى عملية إعلان النتيجة. احنا مستمرين معاكم في هذه التغطية الخاصة من داخل نادي هيئة النيابة الإدارية والانتخابات الخاصة بالنادي لمجلس إدارته ومجلس ومقعد رئيس مجلس الإدارة. بنذكر حضراتكم إن الانتخابات بدأ مساء اليوم بفتح اللجان الفرعية، وتم التصويت لأول مرة في سابقة من نوعية زي ما ذكرنا، يعني تصويت إلكتروني تحول رقمي كامل. كان أول يعني شرارة البدء كانت من هنا من داخل نادي هيئة النيابة الإدارية اللي هيكون لها مردود إيجابي، وستعمم في يعني في المستقبل سيكون التصويت إلكترونيا. من هنا بدأ التصويت الإلكتروني لأعضاء هيئة النيابة الإدارية لحظات، وستم غلق اللجان الفرعية أو وقف التصويت لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وسيتم الفرز وصولا إلى إعلان النتيجة. مستمرين معاكم إلى إعلان نتيجة انتخابات نادي هيئة النيابة الإدارية. كان معكم عبد الله.